الطبع جذاب والمقارنة مؤثرة والأمراض سارية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، مين عم يكتب يا بابا؟ بدي اياكم كلكم تكتبوا، كأنه الحديث اللي عم يجي الله يتقبل منا ومنكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تساكنوا المشركين، لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، إما أن تجتمع معهم أو تتزوج منهم، ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم وليس منا، وفي رواية فهو مثلهم. شو معنى مثلهم؟ دافس يلي ما له فهمان، يلي ما عم يفهم. لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم وليس منا، وفي رواية فهو من مثلهم. صلى الله عليك يا رسول الله. هلا أكثر الشباب شو بيقولوا؟ عالسفر. وين بدك تسافر؟ هذا بده يسافر على ألمانيا، وهذا بده يسافر على فرنسا، وهذا بده يسافر على كذا. طيب شو في عندك؟ بده يروح لهني في أمر حاله، بده يقعد يدخل شحات بيدفعوا له مقدار أكله، ما بيزيد معه قرش، مقدار أكله هون ببيتك، خذ معاش يعني موت وانت قاعد. وين همة الشباب؟ العمل والإنتاج وين؟ موت حاله قبل ما يموت. سبب الحديث، بعض المسلمين راحوا إلى المشركين، قعدوا عند المشركين، فالمسلمين بفتح البلدان دخلوا. المسلمين لما عرفوا أنه جاي الجيش الإسلامي سجدوا، سجدوا أنه شافونا ساجدين فقتلوهم وهم ساجدين، ظنون انه من المشركين وعاملين حيلة فقتلوا. فالنبي دفع لهم نصف الدية وقال هذا حديث. يلي بيقعد مع المشركين او بجالسهم فهو معهم. وفي حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: انا بريء، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: يا عدم بده يشتغل، قال بده كذا، ولما؟ قال: لا ترايا نارهما. يعني هذا مو مثل هذا، بده يقلده باللبس، بده يقلده بالاكل، بده يقلده من الصحبه، بده يصير هذا بياكل من اكل هذا، هذا بده ياكل من اكل هذا. والله عز وجل اوحى الى سيدنا موسى: إني مهلك من قومك 60,000 من الصالحين وأربعون ألفا من المفسدين. فقال موسى: يا رب، المفسدين عرفناهم 40,000، فما بال الصالحين؟ مؤمنين هذول
قال واكلوهم، اكلوا معهم وشاربوهم وناكحوهم، تزوجوا من بعضهم، ولم يتمعر وجه احدهم يوما لاجلي. ما في واحد غضب لله يوم من الايام. فلذلك اخذ الكل 60,000 من الصالحين و 40,000 للمفسدين. اللي بدك تقعد معه، بدك تنصحه، بدك تذكره. اما تارك صلاه قعدت انت وياه اكلت معه، ثاني يوم رحت لعنده وجيت معه لعنده، معناتها رضيت بتركه للصلاه، فانت تارك للصلاه. بدك تنصح، بدك تذكر. اما ما تغضب لله، انا بريء صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. الله عز وجل عندنا يا ابني بلدة الشام أكمل بلدة، لكن يلي ما فيه عقل أو يلي ما له مربي أو يلي ما له شيخ، النبي عم يقول أنا بريء، ما له فهمان، ما له وعيان. خليك يا ابني ببلدك، خليك ببلدك، تراب الولد البلد ولا جوهر برا. نبينا أحب الوطن ولا ما أحب الوطن؟ طالعون من مكة، وقف برات مكة وطلع وقال الله يعلم أني أحبك ما بحب خالد، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. تم عم يركز الأمور لحتى رجع وفتح مكة، رجع إلى الوطن. الله يهدينا بهداه.